صباح الخير إبراهيم، صباح الخير كاتي، صباح الخير لكل مشاهدي شاشة التلفزيون الأردني يشاهدونا على الهواء مباشرة. حقيقة ما زلنا معكم عبر برنامج يوم جديد من مركز الأميرة بسمة للتنمية، وتحديدا من مختبر الابتكار. هذا المختبر الحقيقة يعني الذي يعج بالطلبة والمتميزين على مستوى الوطن وعلى مستوى العالم، يعني خرج أجيال وأجيال متميزين من طلبتنا في محافظة معان. نتحدث بداية مع منسق مختبر الابتكار الأستاذ غسان الخليفات. صباح الخير. هلا، صباح الخير أخويا رعد، وصباح خير وصباح الوطن الجميل. بحب أحكي لقرايبنا وعزبتنا والأردن بشكل عام، الله يصبحكم بالخير جميعا، وأهلا وسهلا فيكم في مختبر ابتكار مركز الأميرة بسمة الصندوق الأردني الهاشمي. نتحدث بداية عن مختبر الابتكار، تعطينا فكرة للمشاهدين شو المختبر؟ مختبر ابتكار هو مكان، مساحة واسعة للطلاب المبدعين. احنا الاعمار اللي بتيجي عندنا على المختبر اعمار من 10 سنوات ل 18 سنة، بيتعلموا فيها بعض الاشياء التقنية والاشياء الفنية. كمثال مثلا بيتعلموا عندنا التصوير الفوتوغرافي، صناعة الافلام، الكودينج، البرمجة، وكمان في عندنا علم الموسيقى والرسم، ونهتم كمان للجانب الاعمال اليدوية، الهاند كرافت اللي احنا بنسميها. طيب أستاذ غسان، يعني بدنا نتحدث، يعني طلاب معان كما هم طلاب الوطن حقيقة، هناك يعني متميز، هناك قادة متميزين، هناك ابتكار، هناك يعني أنا شفت أغلب مدارسنا بتخرج أجيال متميزة. برأيك يعني كيف يمكن أن نغرس في نفوس الطلاب مثل هيك تميز وإبداع في الطالب حتى يبدع في مجالات أخرى؟ زي ما حكيت لك، هو مختبر ابتكار هو بضم هاي الأعمار، وإحنا بالتحديد بنهتم بهاي الفئات. هلا يمكن كل حدا فينا بكون عنده موهبة منذ الصغر، بس هو يمكن بتلاقي ما بيعرف هاي الموهبة أو ما بيعرف يبرزها أمام الآخرين من خلال الإمكانيات الموجودة عندنا. مثلا يمكن أنا أكون صوتي حلو، بس ما بعرف إنه صوتي حلو من خلال إذا علمتك بعض المقامات الموسيقية أو المقامات العلم اللي هي اللي بنحكي فيه، يمكن يكون يطلع إنه صوته حلو مثلا. فمن خلال هاي الأشياء عندنا إمكانيات بتطور من نفس الشخص، وكمان نهتم بالجانب الفني والعملي بالنسبة. يعني في مجالات عدة، الحاسوب أيضا، الروبوت، الشغلات هذه. بالضبط، أنا ذكرت لك مثال. برضو كمان يمكن يكون حدا كثير شاطر بالتصوير بس ما عنده إمكانية، مثلا ما عنده كاميرا احترافية أو ما عنده مثلا قواعد التصوير. يمكن يكون عنده عين حلوة زي ما احنا ما بنسميها، بس ما عنده كاميرا. فمختبر ابتكار بوفر له جميع المعدات عشان يبدع ويبرز موهبته وكمان يطور من نفسه أكثر وأكثر. يا سيدي كل الشكر لك الأستاذ غسان الخليفات، مدير مركز الابتكار في جمعية الأميرة بسمة. أيضا معي تفضل أستاذ نبراس. حقيقة نبراس اليوم قصة نجاح. نبراس الرواشدي هو ابن مدرسة معاذ بن جبل، متميز على مستوى العالم. بدنا نشوف قصته بطريقته الخاصة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. صباح الخير أستاذ رعد. كل الشكر والتقدير إلى التلفزيون الأردني على الاستضافة الجميلة لهذا اليوم. أنا طالب نبراس توفيق الرواشدي من مدرسة معاذ بن جبل من الصف التاسع. نتحدث شو تميزك؟ تميزي الحمد لله تأهلت المرة الماضية من خلال معرض انت للعلوم والهندسي على مستوى الأردن. كان نظامي هو نظام لرصد ومراقبة وري النباتات المنزلية، يعمل تلقائيا بواسطة إحدى مصادر الطاقة المتجددة دون تدخل الأيادي البشرية في العملية. هذا المشروع احنا شايفينه أعزائي المشاهدين أمامنا، نتحدث عن هذا المشروع. هذا المشروع بحوي جميع من السنسورات. هاي السنسورات استخدمتها لأنها تؤثر على النباتات المنزلية، فاستخدمت عدة من السنسورات، مثل عندنا سنسور الحرارة، سنسور السي او، وعندنا سنسور درجة رطوبة التربة، وعندنا درجة رطوبة الجو. طيب تحدثنا كيف جاتك الفكرة؟ كانت وقتها والدتي تعاني من موت النباتات المنزلية داخل المنزل، فذهبت إلى مواقع الإنترنت لكي أبحث عن العوامل المؤثرة في النباتات المنزلية. فمن العوامل المؤثرة على النباتات المنزلية رطوبة التربة ورطوبة الجو ودرجة الحرارة والسي او والسي او 2. يعني كيف تأهلت أنت وهلأ وين وصلت؟
أول إشي الحمد لله تحديت على مستوى الأردن من خلال الوسط والجنوب، بعدين تأهلت على مستوى الأردن فتحديت مجموعة من الطلبة كان عددنا 42 طالب، والحمد لله من خلال جدارتي تأهلت على مستوى الأردن، وإن شاء الله راح أتحدى على مستوى العالم من خلال 83 دولة في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية. ما شاء الله عليك، الله يعطيك الصحة والعافية نبراس. أيضا معنا ليان الطورة، تفضل ليان نتحدث عن إبداعك اليوم، بنقول لك صباح الخير يا لنا. صباح النور، أنا الطالبة ليان جاسر الطورة من الصف الأول ثانوي علمي من مدرسة معاني المهنية الثانوية الشاملة للبنات. بداية اسمح لي أن أشكر التلفزيون الأردني لإتاحة الفرصة لي للحديث عن مشاركتي في الأسبوع العربي للبرمجة، عن مشاركتي في هذه لدورته الثانية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة. الأسبوع العربي للبرمجة هي تظاهرة كان يعني هي تظاهرة من قبل أطلقتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والأليكسو، التي تهدف إلى مساعدة المجتمع العربي على فهم أساسيات البرمجة لتكون فرصة أمامهم لفتح أفاق جديدة نحو تخصصات جديدة. شاركت مع بعض من زميلاتي العزيزات في هذه التظاهرة والتي ضمت 2 مليون طالب عربي من الدول العربية، حيث قمنا بتصميم ألعاب إلكترونية باستخدام برنامج سكراتش، بالإضافة إلى رسم رسومات خاصة بالبيئة باستخدام برنامج أوتو درو وبيكسل آرت، وأيضا استعملنا برنامج كورس استعملنا برامج أخرى برامج مختلفة، برامج وقصص إلكترونية. في النهاية أود أن أشكر مديرتي الفاضلة ست فخرية الشراري على دعمها لهذه المبادرات المتميزة للارتقاء بالمستوى الأكاديمي لطالبات المدرسة. شكرا ليان يعني حقيقة على هذا الجهد الكبير، وشكرا لجميع فوارسنا حقيقة، معان ولادي حقيقة كما هو الوطن حقيقة، بابتكارات بإشي متميز على مستوى الوطن، مسابقات، وإحنا حقيقة يعني اليوم كانوا الأهالي بشكر التلفزيون الأردني اللي حقيقة اكتشف هذه المواهب ونشرها للعالم عبر الفضاء الواسع عبر شاشة التلفزيون الأردني. راجعين إليك كاتي وإبراهيم، وصباح الوطن الأجمل والأحلى والأغلى والدحنون كمان من هنا من معان.